فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الثلاث التي في الآية لا بد ننتبه لها في هذا الباب العظيم: أعطى واتقى وصدق. هذه الثلاث هي أسباب التيسير والتوفيق للخير، ولهذا ينبغي على العبد أن يعنى بهذه الثلاث عناية عظيمة، لأن هي أسباب التيسير والتوفيق والمعونة والتسديد، وكلها جهاد للنفس، كلها جهاد للنفس. فما من أعطى، وحذف المتعلق، ما قال مثلا أعطى المسكين، قال أعطى، حذف المتعلق. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن حذف المتعلق يفيد العموم، مثله ما جاء في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله. هذا يتناول كل عطاء، كل عطاء من نفسك فيه رضا الله سبحانه وتعالى، ويعني مجاهدة النفس على الطاعة والخير. واتقى الله عز وجل بتجنب الأمور التي تسخط الله وتغضبه جل في علاه. وصدق بالحسنى، أي آمن وقر بالثواب والجزاء والجنة والنعيم، وهو يجاهد نفسه على نيل الدرجات العلى من ثواب الله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذه الثلاث: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هي أسباب التيسير. قال: فسنيسره لليسرى. إذن هذا التيسير يحتاج من العبد إلى جهاد، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي تلا فيه هذه الآية: اعملوا، اعملوا، أعطى، اتقى، صدق، جاهد نفسه على طاعة الله، فسنيسره لليسرى. نعم.